السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط اندرويد بتقدم لكم في الفيديو ده اعادة ضبط المصنع للهاتف هواوي واي 6 برايم 2018. بنحذر يا جماعة، الطريقة ديت هتقفل الجهاز على حساب جوجل. لو مش عارف الحساب او مش فاكر الباسورد هتلاقوه ان شاء الله اسفل الفيديو، رابط لفيديو تاني لطريقة تخطي حساب جوجل لنفس الاصدار. اول حاجة هنقفل التليفون خالص، وبعدين بنضغط على زرار الباور وزرار رفع الصوت ضغطة مطولة. اول ما يظهر شعار واو بنرفع ايدينا من ازرار البار ونفضل ضاغطين على ازرار رفع الصوت شويه، وهتيجي الشاشه اللي قدامنا ديت. بنضغط على ويب داتا فيكتور ريسيت، وبعدين بنكتب يس. نضغط على ويب داتا فيكتور ريسيت، وبعدين ويب داتا فيكتور ريسيت. بعد ما الجهاز يفتح بتختار اللغة والبلد، تضغط التالي، تخطي، أوافق، 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 لاحقا الموافقة على الكل، تخطي. قبول الإعداد كجديد، تخطي، موافق، ليس الآن، تخطي، بدء الاستخدام. تم بحمد الله عمل إعادة ضبط المصنع للهاتف. يا رب الفيديو يكون عجبكم. أي استفسار أو أي مشكلة طرق التواصل أسفل الفيديو.